الأمن طبعا منعدوم معدوم، الاغتيالات موجودة في أبين، طبعا اغتيالات سياكل كل يوم تقتل واحد، هذه يعني حكاية أبين حكاية مؤسية. أبين المحافظة المنسية على الرغم مما تمثله من أهمية استراتيجية خاصة، ولكن تلك الأهمية لم تشفع لأبنائها في الحصول ولو على جزء بسيط من حقوقهم. شهر رمضان بالذات هذا السنة لن يوجد فيه الأشياء اللي كنا نحن محتاجين لها ولا أمل فيها بصراحة، نتيجة الأيش؟ نتيجة أن أول مرة الأمن موجود داخل المحافظة، ثانيا المحافظ غير مستقر وغير مبالي وغير يعني عامل نفسه على المحافظة هذه نهائيا، جالس داخل عدن كل شيء متوفر لا ونحن ولا أي حاجة. هذا السنة في شهر رمضان يعني لا يوجد فيها أمن، كثرة الاغتيالات في المحافظة، نسمع كل يوم اغتيال شخص يا أما في قعار أو في أبين أو في المسمير أو في مناطق أخرى في المحافظة، يعني لا يوجد أمن في المحافظة. بهذا الغضب يعبر المواطنون هنا عن استيائهم، فالمعاناة لم تعد تحتمل والوضع يزيد سوءا ولا يبدو له انفراج. غياب الخدمات الضرورية على مدى أشهر طويلة المتمثلة في الكهرباء والمياه والصحة، يضاف إليها الانفلات الأمني الذي يشكل كابوسا مرعبا. يوما بعد آخر تزداد الأوضاع ترديا وتزيد سوءا وتعقيدا، ويبقى الفساد والعبث يسيطر على هذه المحافظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.